ضيفنا اليوم غني عن التعريف، بيعرفوا كل شخص شاف صحف، مجلات، مسرح، سينما، تلفزيون وإعلانات في آخر 30 سنة، وفي آخر كم سنة بيعرفوا كل ولد صغير هون وفي العالم العربي والعالم بيعرف يفوت على اليوتيوب. أسامة مصري، أهلا فيك في الباكستيج. أهلا فيك. أهلا فيك أسامة. أهلا يا باشا. طلع أسامة، مسيرتك الفنية كتير طويلة ومتنوعة كتير، فرح نعمل معك كالعادة كلوب لذيذة اللي نوقف عند محطات بمسيرتك عن طريق صور معينة. بس قبل ما نبلش هاي اللوب اللذيذة بدنا نبلش من الآخر. طيب رح نبلش من فوزي موزي. فوزي موزي وتوتي هو من أهم المشاريع الفنية الموجودة في بلادنا، أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب، ملايين المشاهدات، عروض في العالم، هنا بفلسطين، بالأردن، بأوروبا، وبالآخر في كمان دبلجات للغة الإسبانية. الإسبانية والإنجليزية. والإنجليزية، احكي لنا عنه. المشروع هو بلش تقريبا قبل 8 أو 9 سنين، ما كان بهذا الضخامة وهي الفخامة. كان مجرد انه فوزي بده يعمل تفعيل للأطفال، عروض تفعيلية، فالتجأ لإلي، بالأحرى التجأ لتلفزيون ميكس، كان متذكرين كان طبعا متذكرين. أيوة. فسميناه فوزي موزي، ما كان اسمه فوزي موزي، كان اسمه فوزي سعيد. وكتبت له بهذاك الفترة أكم غناي، الغناي الأولى طبعا اللي هي لازم يكره الأسود عشان الناس يمسك اللبق، اللي هو أنا مش فوزي موزي، أنا فوزي وبس. بعدين بابا جاب لي كلبي، بعدين عندي سلحفاة، هاي أول 3 غناني كتبناها. بعدين طلب مني، ما نجحش المشروع في التلفزيون، إنه أكمل الغناني، عملنا السي دي الأول. بالبداية لما بديته ما نجحش الإشي بالتلفزيون؟ ما نجحش. ليش؟ ليش ما نجحش؟ لأنه ما لقينا الإطار كيف نعمله بالضبط. هو كان زي كيف اليوم بيحضروا لي أولاد، ولا كان بأسلوب تاني؟ كل وقت بيحضروا لي أولاد. بس قصدي كيف إسا عم بطلع مسرحية مع غناني وهيك، ولا كان إشي كان يعمل يطلع يعمل غناني ويعمل تنشيط تفعيل للأطفال. ارفعوا ايديك وغنوا، عملوا هيك شغلات من النوع، الأولاد يحبوا هاي الشغلات. بس ما كان فوزي موزي، كان فوزي المهرج. أيوة. أنا عارف شو يعني. أنت في البداية كنت معاه من البدايات، من البداية. وأنت كنت تكتب له الأغاني طبعاً. بس وين تنضميت للتمثيل معه؟ لحد اليوم أول شيء بكتب له يعني. أيوة. بكتب له أغاني، كل الأغاني اللي عنده تقريباً. أنت بتمثل معه كمان؟ بكتب الأغاني وبكتب المشاهد وبخرج وبمثل، كل هذا مع فوزي موزي. مع فوزي موزي. واليوم وصل أرقام شوي خيالية. أيوة. اللي هي 1.5 مليار تقريبا. العالم العربي إحنا الأوائل، وهون طبعا إحنا الأوائل. انطلق الإشي وهالقد صار على مشاهدات. أول شيء فوزي كتير نشيط وذكي، هو يعني بلاحق الأشياء وبتطور. وين استعمل الذكاء تاعه وكيف؟ يعني في ناس طبعا، وطبعا اختار الناس الصحيح اللي يشتغلوا مع، واحد منهم هو انا. بكل تواضع يعني واحد مثلا بحكي لي، هو بيقول لي كنت بالاردن، بيقول لي مين اللي كتب لك مشهد الحمار للبيع؟ واحد عبقري. مين هذا؟ مين هو انا؟ ايوه يعني باختصار يعني. الناس الاطفال ويمكن الكبار كمان حابين الفكره اللي هو عم بيطرحها من خلال الاغاني والتمثيل طبعا المسرحيه. حلو. السر كمان طبعا اقول لكم السر الحقيقي، يعني انه هذا بيطلب مني، يعني انه احنا ممنوع نكون موجهين، يعني ممنوع نكون ابو او ام او استاذ. أوكي. او معلمين، لانه الولد مش ناقصه. يعني معناته شو دوركم؟ احنا دورنا احنا يمكن ياخذ اشياء منيحه عن طريقنا بالغلط يعني. بس احنا ما بنكرس انه نوجه بالغلط ياخذ اشياء منيحه. يعني انت بتقصدش تعطيه القيم اللي بيجي بعطيها ابوه او استاذه او معلمته، انت مجرد ما عم بتترفه يعني الولد. يعني اعطيني اي ولد اليوم، اسا لو انا بطلع اجى ولد خايف تماما، اول شيء بحكيش معه عن هاي الاشياء كلها، يمكن لعب ويمكن يكسر لكم الطاوله، يمكن يعمل هيك، نعم هيك انا. انت يمكن بتكسبه هيك للولد، ما بعرف، اما انا هيك انا بحب، لانه الولد اللي عندي شغال دائما. تعطوه زاويه ترفيه معينه للولد. ترفيه وبالغلط بيتوجه امراض. حلو. انا مش التوجيه بس في شيء انكم انتم هذا الهدف انكم توجه. مش الاشياء الاهداف بالاول. لا العكس، احنا لانه هاي السيره الاهالي مرات ممكن توجه لكم رسائل اللي هي تنتقد او تقول لكم ليه مش عم بتوجهوا
يعني من خلال برنامجكم رسالة معينة اللي تطلب ممكن... أصدق تطلب تقدر تطلب، بس احنا مش شغلتنا هاي. الأستاذ ليش بأخذ مصاري؟ المعلمة ليه بتاخذ مصاري؟ الأب والأم اللي هني مع ان هاي شغلتين. بس في ممكن واحد عن طريق الترفيه كمان زي كيف بالستاند اب نفس الشيء ممكن. انا ما لغيت، ما قلت لك احتمال وبالغلط وبالصدفة. لا قصدي ليه بيكونش مقصود؟ لا بس لما يكون مقصود الولد مش هيحبنا ومش رح يصير هاي الأرقام. هذا يمكن هو السر، ما هو حكى هذا السر. يعني هذا السر مش هيحبنا. انتوا عن جد وصلتوا لنجاح اللي بينفعش ينوصف حتى من شيء هالقد محلي وصار عالمي. كيف ممكن نفس هذا النجاح، إيش اللي هو كمان مصور بس مش للأولاد الصغار، يوصل لدرجات النجاح هاي؟ إيش فكرك؟ للكبار يعني. للكبار. إيش ممكن نتعلم يعني من هاي التجربة اللي أنتوا هالقد قدرتوا تحققوها؟ شوف أنا مرة كنت في محاضرة ليوسف شاهين المصري مخرج المراحل، وواحد من الجمهور سأله قال له يا أخي أفلامك اللي هالقد يعني هاي بتمشيش بالسينما، وافلام الشباب الهابطه بقول له بتمشي مينستريم. هيك بقول له الشبابيه الهابطه. فبقول رد عليه شاهين قال له اول شيء ما تقولش هابطه، احنا لازم انا كيوسف شاهين لازم اروح على السينما احضر واتعلم شو السر اللي خلاني ينجح اكثر مني. انه هو يعني ابو المهرجان الوحيد اللي كان يفوت مهرجانات دوليه في مصر يعني. يلا اسامه اسا احنا بدنا ننتقل لصور، رح نعرض عليك صور من حياتك ومسيرتك الفنيه. بقبل. وانت بدك تعلق تعليق اكثر ايش بدك على الصوره. نبدا مع اول صوره. ليش اهل عكا اصحاب نكته؟ طلعوا انا كمان صاحب نكته. ما هو طلع كيف هي بعرفش ليش ان السر هذا هني بيشبهوا المصارب شوي. بالضبط عندهم هيك خف الدم بلكي. خف الدم كثير. معنا كمان هذيك المرة قالوا لي ما فيش عندك دم. هيك حكوا لي. لا هاي ما خصهاش خف الدم. خصها؟ لا شيء ثاني. بفهمك عليها بعدين. بحياة أبوك يا ولد. كنا شو أظنناش بعدين. أنا هيك فكرت. هني بيسحبوا يعني من تحت الأباط طلعوا لك. بتطلع النكتة يمكن بطريقة على المحل. على المحل تلقائية عشوائية. وصارت زي تقولي ما أعرفش كيف بلشت، أما صارت عدوى بشبه كتير المصاروي. أنا بحب أتعامل معهم، أنا من هناك يعني مش بهاي القدرات تبعتي، أنا هني أكثر مني قادرين بالنكتة، لكن أنا من أساسي من الغد عندي هاي. يلا ننتقل للصورة اللي بعدها. يلا شو كنت تحكي هون انت ودوريد لحام؟ وين كانت هاي الصورة؟ هذه في القاهرة بسنة التسعين. انا رحت في التسعين اتعلم مسرح، ما قبلونيش لانه معي باسبور اسرائيلي، فروحت اتعلمت سيناريو افلام اللي اليوم انا بشتغلها يعني. وعشان امول دراستي كنت اشتغل صحفي مراسل لجريدة الاتحاد، وكان اول صحفي عربي في دولة عربية، وكان مهرجان الدولي لسينما الاطفال، وكان في فيلم كفرون عرضوا الافتتاح يعني. فكان كل الطاقم، كانت طبر مادلين طبر، كان حسين تحسين بيك، كانوا كلهم قبلت من كلهم. فانا قمت في الدور الثاني هون اللي انا صحفي يعني بعمل معه لقاء. واقول لكم الصراحه انا متمرس في اللقاءات الصحفيه. اول مره برفع كان في كاسيت هيك واروج شغلي. فنان عملاق دوريد لحام. لا انه كان مش اي حدا. شفت انا كمان عمالقه بس هذا شوي يعني. واذا بدنا نيجي نحكي على خفه الدم والنغاشه هون. قبل اكثر من 10 سنين اسست تفانين. صح. ونوعا ما انه كانت انباء بتقدم خدمه للفنانين. فليش فكرت بهذا المشروع؟ اللي صار هيك لما رجعت من مصر واشتغلت في الصحافه، كنت انا اول مره بشتغل بالصحافه يعني. انا كنت اشتغل بالصحيفي بس مش صحفي، كنت انا مصمم من جرافيك وكاريكاتير، رسام كاريكاتير بالاساس. كنت رسم كاريكاتير طبعا على الاساس جابوني. بقول لك كيف فت على الاتحاد. هذا المبدا يعني. لما كنت ارسم كاريكاتير كنت جرسون بسنه 83، فعملوا جريده الاتحاد يوميه. ايميل حبيبي قال لنا نجيب كل متخصصين في الصحافه، فجابوا كل شيء، ضلنا رسام كاريكاتير. فقالوا لي في واحد بعكا اللي هو اهله بجديده الى اخره هيك. كنت راسم كاريكاتيرات كبيره هيك على الحيطان
المظاهرات لأي شيء هيك. آه. فقالوا لي جيب معك عمل. راح جبت لي هاي أبعتنا على الحيطان وجبت له فرجيت له أمير حبيبي. أقول لي أنت ذكي. قلت له أنا عك قال لي نقبلت. صدقني أنا جرافيك. بعدين تعلمت الجرافيكا هناك عنده. عشان عكاوي ولا ذكي نقبلت؟ ما بعرف إيش. المهم كنت أرسم كاريكاتير وكنت كذا وكنت أصحح عمرات لناجل علي لأنه كان يبعث لنا مباشرة ويعطوني أحكي معه أنه أنا بدي أعدل فيها للرسم لأنه أنا بعرف أزيف بعرف أزيف أمضيات بعرف لأنه رسام مش لأشي انتبهوا يا جماعة. فكان يعطوني أحكي معه أنه بدنا نغير أعملوا بدكم إياه أنتوا حرين. يقولنا ناجل علي في كاريكاتيرات إسا بالكتب اللي جمعوها من جريدة الاتحاد مش أصلية اللي أنا مزورها. أيوة من جد تحكي بالصدفة. اعترافات. ما هي السهالي صار هاي سكوب ده عطيك سكوب. شو بتقلوا اليوم؟ هاي اللي معي هذا ممثل اسمه جاي الحنان بتعرفوه يمكن. جاي الحنان ممثل بحكي عربي منيح. واحد من أهله من هاي ماتوا في تفجير لواحد فلسطيني وتحولوا كل العيلة لياسريين وصاروا يحكوا عربي وهو مذيع وممثل. وهذا كنا عم نصور فيلم جيراف هذا فيلم سينمائي. شو العلاقة بينك وبين هاي الصورة؟ شو غير انكم شربين حياتكم من عالم المسرح. شو حسن علاء الدين اللي هو هو مات فقير مسكين مع انه كان يقدم مسرحيات للكبار وللصغار وعمل مولير وعمل كثير اشياء. وانا كنت متاثر فيه كثير ككاركتر. فاول بدايتي كانت الشوارب اكثر. بتذكر كنت احب هيك نوع شوارب كانوا. بعدين صرت اتفنن فيه كل يوم. اليوم انا على الان بهاي السكسوكي لفتره في لكل سبب. فتره في سبب لوك معين في له سبب. لا هو عنده اسباب مختلفه عن الاسباب الناجم من الموضه. انا جربتها رحت كان في فيلم عم بيصوروه اسا حاليا في عكا عن حياه فوز النمر دراما بس مش مش أيوة. مش يعني قصه. فاخذت انا دور هناك وراح المخرج شافني قال لي ايه حلوه هاي الدقن خليك اسا ملعب للدور. خليت اسا عبين ما اخلص انا مجبور اضلها عبين ما اخلص الفيلم. المخرج علي اسدي من عكا. حلو معدل يعني ما فيش شك. معدل هذا ابن عمي. وانا لا بتكتر من هاي الصور على الفيسبوك. هاي في انا شيء بداخلي فيمينيست. اللي هو اللي مش شعاراتي غالبا الفيمينيستيم والفيمينيستيات بالاساس الاناث يعني. ايوه يدعون الشيء وهم مش هيك انه مش حقيقي وبكون عندهم شيء مشكله مع شيء زلمه ادحلن ولا مش عارف شو. انت اللي عامل الطبخه هون؟ طبعا. طبعا مش بس هاي بعمل كثير طبخات. طب عسيرة الطبخات انت شو محضر لنا هيك طبخات بعالم المسرح عن قريب او كل عالم الفن؟ فين عن طبخه طازه؟ في كثير اشياء. اليوم انا عم بحضر كمان مشروع يوتيوب مع ناس ثانيين. طبعا للاطفال كمان؟ طبعا حكي بكير عنه. وفي كمان عم بحضر لشيء الي شخصي. ايوه تكون قناه الي كمان على النار. عم بكتب كمان مشروع لمسرحية بالتعاون مع دار المعلمين العرب اللي هو يكون يعلم يعني المسرحية هي بس للمعلمين. يا عمال العالم اتحدوا. شو انت اعطيت للاتحاد وشو الاتحاد اعطاك؟ هاي الاحتفال بال 83 باليومية. الاتحاد اكثر اعطتني مش انا اعطيت. لا الواحد يحكي ضميره انا لانه ايش اعطتك الاتحاد؟ الاتحاد اول شيء انه اشتغلت 20 سنه متواصله يوم يوم اتحاد يومي. وانت قلت لنا انك فتت انك كاريكاتير كرسام وهيك اللي استمر الاشي ولا بعدين بسنه 90 بقول لك بال 83 انا فتت. ايوه بال 90 التحول هذا لما رحت على القاهره وطلبت اني اشتغل صحفي قالوا لي اوكي. تعلمت اعلام بالقاهره؟ ما تعلمتش اعلام تعلمت سيناريو. اوكي سيناريو افلام. اسمك أسامة مصري وانت رح تتعلم بمصر. ليش مصر؟ شاوي. ليش مصر؟ اول شيء احنا جيلنا يعني واللي قبلي اغلبه كان عندنا ثقافه مصريه تربينا على جمال عبد الناصر على من وراء التلفزيون والسينما عبد الحليم
طبعا حسب الجيل، في اجيال مثلا ام كلثوم، بعدين في جيل فريد اللون اللي بندب وببكوا بتعرف صح. فانت عشان هيك جزء انا كان عبد الحليم انا احنا هيك تعرف خلان وعبد الناصر وهذاك ابنه أيوه. مدلل والى اخره. وشو انطباعك؟ انا اول شيء ثقافتي مصريه يعني الحقيقه كقراءه وكهذه كثير انا بقرا شيء مصري وروسي. تتكلم المصري كده ولا؟ اه طبعا بتكلم مصري كويس. كويس جدا. طبعا بس بحبش لان اكتشفت هناك انه اذا بتحكي فلسطيني بحبوك اكثر. الاشي مستمر لليوم. اه. بس شو علاقتك اليوم مع مسرحيه؟ ايش بدي اقول لك كبلش لانه هذا اشي شوي غريب. كنت اشتغل بمسرح الكرمه حيفا. كثير عملي اسامه اذا انت فاقنعتن انه نعمل المهرجان الاول كان في 92. وشارك فيه كنا او 8 مسرحيات او 7. بعدين عملنا ب 93 بعدين وقف الكرمه بدهمش يشتغلوا لانه هذا زياده شغل عليهم وهم بيقبضوش الزياده فبدهمش يشتغلوا. وقف لسنه 2001 طلبوا مني انه ننقل لعكا بعكا. من 2001 لحد اليوم هو شغال. مؤخرا خضت تجربه التعليم. هاي هن هذول معلمين كيف انه احنا بنعلم كيف في يعلموا الاولاد بطريقه مختلفه غيروا اسلوبهم في التعليم. وانا بنفس الوقت عم بعلم في دار المعلمين اليوم قسم المسرح اللي هو 3 سنين عندنا هناك، بعلم ستاند اب وقصاص يعني كيف تحكي تروي القصه حلو في الطرق يعني تختلف عن كان يا مكان يلا تعال نحكي في هيك هاي واحدة منهم لا طريقة بس في كمان طرق اللي هي جذابة أكثر. أسامة بحب أشكرك حبيبي وأقول لك إنك أنت سفير بكل المجالات. أنا أبو السفير أنت سفير فيك. وأبو السفير أبو السفير عكا خي عكا فنان مع تجربة كبيرة فنان مع ثقافة كبيرة وتجارب عديدة وناجحة جدا. شكرا كثير أسامة يعطيك العافية وإن شاء الله بنشوفك كمان عن قريب بأعمال جديدة. افتح اليوتيوب ملعب حبيب قلبي. شكرا لكم. شكرا.